شوف كينان بيك، هذا تقرير مفصل عن حالة سلمى خانم المرضية. شكرا كثير فاروق بيك، عذبناك معنا، لو تعرف قديش متضايق عليها. الله يعافي لك ياها. الله يسلمك. عنك أنا بلبسها. شكرا لك. خلينا نروح حياتي. أعطوك تقرير الجنان تبعها؟ والله معنا قليل يا معلمي. المهم تحكمني المحكمة بحق الوصاية عليها، وبعدها رح ارتاح من سلمى وهمها. وين كنت غاطيت؟ هاليومين كنت عم حاول دبر لك محامي مرتب على كيفك ليضمن لك حق الوصاية معلمي. ممتاز، هلأ كل شي خططت له صار عم يمشي وما أحلى كمان. كل شي كرمال عيونة، كرمال عيونة لأمي. بالمناسبة نيرمين خانم بدها تشوفك وقالت لي خليه يجي. شوفي شو صاير. ما في شيء ابدا، بس يمكن ضايق خلقها شوي. طيب امشي نروح نشوفها. ابني أنا مليت كتير هون، بدي انتقل على إزمير على دار العجزة أحسن لي هنيك. حبيبتي لشو بدك تنتقلي لهنيك؟ تغيرت حالتك، ليكي صار عندك بيت، لشو بدك تروحي على دار العجزة؟ هنيك كان إلي رفقات بتسلى معهم، بس هون حاسة حالي وحيدة. ماشي، إذا هيك رح أجي شوفك أكتر، ورح صير أخذك مشاوير كمان. يا عمري أنتي، يا سلطانتي. هذا الكلام ما عاد بدي أسمعه منك. بعدين بيجي من قلبك تروحي وتتركيني هون لحالي؟ أنا لازم روح هلأ، عندي شغل وحياتك راجع. ماشي، محتاجين لأي شيء؟ كنان أنا كان جاي على بالي فول. طيب أمي، سمعتيها؟ إيه كنان بيك. شو ما بتطلب منك بتجيبي لي إياه، وبتطبخي لها. بس أحياناً بتطلب طلبات تعجيزية. دبري أمورك، ما بدي تزعل. أمرك كنان بيك. بخاطرك أمي. الله يكون معك.